الكرامة والحرية، ويمن ترفرف على قمم جباله أعلام الجمهورية. أسعد الله صباحكم. وبعد، أنه لمن دوائر الفخر والشرف أن أقف في هذه الذكرى الخالدة، ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيد. هذه المناسبة الخالدة لنحتفل بأعياد ثوراتنا المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفبراير. نترحم على أولئك الشهداء الأبطال الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم الزكية الطاهرة، وقدموا أرواحهم رخيصة كي تعيش الأجيال من بعدهم بكرامة وحرية. وكأني بصوت أيوب طارش عبسي يردد تلك الأبيات فيسمع صوتها في الإذيان والشعاب وعلى السهول والتباب، فيشجو معه كل شبر في ربوع هذا الوطن. تغني معه الأشجار والأحجار والطير والأغصان والسواحل والبحار، وحامي حمى الثورة الإنسان بصوت يحرك المشاعر ويشحذ الهمم ويعمق الولاء لهذا الوطن. يا جباه الأسرى ركعة الإيمان في ظل الجنود نحن من يركعها، يا قلوب البسلاء غاية النصر على زحف الحشود نحن من يرفعها، يا دماء الشهداء بسمة الأيدي.